ورحمة الله وبركاته، الله بنرحب بيك على وبركاته. قناة الأهلي. الحمد لله على السلامة يا كابتن مختار. الله يخليك يا أيمن، والسلامة للكباتن اللي معاك. الحمد لله على السلامة يا كابتن، ألف سلامة عليك. الله يسلمك يا علي، ربنا يخليك يا حبيبي، الله يكرمك. فاجئتنا النهاردة بصراحة يا كابتن مختار. ده وأنا عيان كمان. أيوه صحيح. لا صحيح، إحنا كنا متوقعين إن أنت أول ما تنزل المباراة هيبقى في دفاع ضاغط في نص ملعبك، ولكن فاجئتنا إن أنت من أول ثانية كنت بتهاجم هجوم النادي الاهلي في نص ملعبه. والله ده اللي احنا قلنا للولاد ايمن، ان احنا محتاجين ان احنا يعني نحسس الناس ان احنا جايين نلعب ماتش على يعني ممكن نكسب. لكن دي احنا كنا بنعملها برضو، خلي بالك يعني نفسيا، ان احنا نديهم دفعه وان احنا نخليهم ان هم يحسوا ان هم ممكن يكسبوا او ممكن يروحوا للنادي الاهلي وممكن يهدفوا. فدي اللي احنا اشتغلنا عليها في الاول، والحمد لله وفقنا فيها بشكل اكيد ان هو بشكل هائل جدا يعني. ودي ساعدتنا كل المباراه ان احنا نكون واقفين على حيلنا، خصوصا كمان ان احنا كل تمريننا المحصله بتاعتنا 6 ايام ولا 7 ايام. فده امر كان في منتهى الصعوبه علينا ان احنا نقابل النادي الاهلي في الظروف دي. اولا عشان تقابل النادي في الظروف العاديه فيها صعوبه جدا جدا عليك. مظبوط. هتشتغل مع مين وتقابل مين وتوقف مين؟ اكيد ده امر صعب قوي. لكن كمان في الظروف بتاعتنا اللي هي احنا كنا فيها دي، اكيد هي ظروف كمان استثنائيه وصعبه جدا. لكن الاولاد صراحه الحمد لله احنا تعاملنا معاهم نفسيا بشكل كويس قوي، والحته دي اثرت بشكل كبير جدا بالايجابيه اللي هم قدوا بيها الحمد لله. بس برغم الغيابات والاصابات الكتير، ما حسيناش في الشوط الاول بالذات ان الفرقه ناقصه حاجه، بالعكس احنا حاسين ان الفرقه يعني قريبه جدا من النادي الاهلي، وما كانش في وقت كبير جدا هي خدته في الاعداد، تحس ان الفريق واقف على رجليه فعلا. والله ده توفيق من رب العالمين، ودي يعني صراحه يعني الواحد يشكر ربنا عليها، ثم بشكر لعيبتي جدا عليها. خلي بالك يعني الفتره اللي فاتت معظم شغلي نفسي، يعني ماجد اشتغل معانا في الايام اللي انا ما كنتش موجود فيها، لكن انا لما جيت كل شغلي اللي انا بشتغل مع الاولاد نفسيا، ان انا احاول اعليهم نفسيا وان انا احسسهم بقيمتهم، وان انا الكوره يا اولاد فيها كتير قوي وفيها حاجات ممكن تبقى يعني هايله جدا ترجع لجدعنتك والادائك. وده الامر ده الحمد لله اظن ان احنا وفقنا فيه بشكل كويس قوي، وده اللي اظن ان هو برضه وصلنا ان الاولاد يفضلوا واقفين على رجليهم بشكل كويس قوي في فتره طويله يعني. وجود الخمس تغييرات يا كابتن ساعدتك الشوط الثاني على انك تقف على رجلك شويه؟ لا مش قوي يعني. التغييرات اللي انا عملتها يمكن انا كنت بتمنى تغييراتي تبقى ايجابيه اكتر من كده، لكن للاسف التغييرات قليله يعني. باسم كان بيأدي بشكل كويس قوي، الولد شيك الصغير كان هايل جدا، لكن للاسف لم اوفق في التغييرات الباقيه، وده امر طبيعي وعادي لان بعض الاولاد بعاد جدا عن الكوره وعن الملعب فتره طويله قوي. فاكيد كمان نفسيا برضه لما بيلعبوا النادي الاهلي اكيد ان احنا دي كنا بنتكلم فيها كتير، لكن في ناس برضه اكيد ما تاثر عليها سلبي يعني. هو قصدك بالايجابيه انك طمعت في المكسب الشوط الثاني وانك تطلع الماتش لصالحك يعني؟ لا انا كنت يعني في فتره من فترات طمعت في الماتش، اولا الحاله الكويسه بتاعت الاولاد بتوعي، والحاله كمان اللي هي الغير طبيعيه بتاعت النادي الاهلي. يعني صراحه لازم برضه الواحد يتكلم فيها دي. حاله النادي الاهلي ساعدتنا بشكل كبير جدا، بس كمان اولادنا كمان يمكن ليهم جزء في ان هم يوصلوا الحاله بتاعت النادي الاهلي بشكل ده، لكن اكيد الحاله بتاعت النادي الاهلي اقل بكثير جدا من الطبيعي بتاعهم. شكرا كابتن مختار، وحمد لله على السلامه، والف مبروك التعادل مع النادي الاهلي.